كانت علاقتكم بالصوفية بعد ما انت؟ اصدقائي، انا ما اخسرهم ابدا. كانت علاقتكم بالصوفية بعد ما انت؟ اصدقائي، انا ما اخسرهم ابدا. يعني حس عبد الرحيم البرعي، والله انا احبه. اقول هذا في وقت نصب فيه بعض السفهاء انفسهم للحط من هذه الجماعة التي قامت على التوحيد والسنة. ويجي العدس يدافع عنه يقول والله لا يتكلم في انصار السنة الا من قال في قلبه مرض. انت في قلبك مرض وانت ذاتك مرض، لانه ذلك قال لك والله بحب البرعي. واوعك تقول لي ليه ما مشيت نصحته؟ ناقشته هنا هنا في العمارة بتاع صاحب المصنع اللي بيجيب الشلة دي كلها هنا وفطره وبغديها. جيت ناقشته هنا جوا العدس بتاع الدلال. لما سكت مين سكت؟ يا ابو العشاء ما داي ضربت العشاء وضربته وطلعت مشيت هنا. بتلعب ولا شو؟ اساله خليك اطيب كلامي ده، لانه انا بطلع وبجيب. خليك اطيب كلامي ده. ويجي كلام كمان هنا في الجامع ده يتكلم عننا وهو ليش شباب قليل الادب. انا بوريك الادب الليله. قال والله انا بحب البرعي شيخك. ادافعت عنه قال والله بحليفته حليف الزور والله قال بحب البرعي. ده ما تبع ولا غفير في المركز العام، ده الرئيس العام للمركز الذي عام، ده الرئيس بتاعه. عرفت كلامي ولا كلامنا ده شتيمه؟ اهو ده عليك الله عيد الحته دي تاني. والله بحب البرعي بس الحته دي بس عبد الرحيم البرعي والله انا احبه. تحب البرعي لانه شو؟ لانه شعره فيه شعر جيد. شعره جيد وده اكعب من بحبه ذاته، لانه البرعي ما وقع الامه دي في السودان في الشرك بالله الا بالشعر يا اخوان، الا بالشعر. انت الهديه يا انصار السنه ما تمدح الا الوسيله الشركيه اللي وقع بها البرعي السودانيين الا من رحم في الشرك وعباده غير الله وعباده القباب والشيوخ. ما تمدح الا وسيله الشعر. اهو ده الشعر، ده ديوان البرعي. كله شرك كله شرك. قال فالذكر عنوان الولايه انه ده البرعي. حقا يكون به المريد وليا يهب الغلام. الشيخ عند البرعي بدي الذريه بيهب الغلام والجنى. يهب الغلام يطير في جو السماء. والبيهب الغلام والذريه كان ولد كان بنت. الله يا الهديه ويا البرعي ويا العدس. الله لانه ربنا قال لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب. دمنا يا جماعه دمنا يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما. اجي الهديه شيخ انصار السنه الاول الرئيس العام لجماعه انصار السنه. والهديه رئيس انصار السنه قبل ما تشق ذاته، قبل ما تشق تبقى اصلاح ومركز، وقبل ما تشق تبقى اصلاح جمعيه. الرئيس الاول هو الهديه. فاذا كانت خربانه من كبارة يبقى الجماعه نافعه كيف؟ قال لك والله انا بحب عبد الرحيم البرعي لانه شعره جميل. قال شعره كفر، شعره شرك، شعره الحاد. يا جماعه ده الرئيس عشان ما يجيك انصار سنه مستهبل يقول لك لا يا مولانا طبعا ده خطا. لا ده ما خطا، ده فساد في العقيده، فساد في الايمان. لانه من صميم الدين ومن صميم التوحيد والايمان انك تبغض اهل الشرك والكفر من صميم العقيده. ربنا قال قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم من المشركين انا براء منكم. براء منكم عشان المشركين تقول لي والله بحب البرعي. انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده. تجي تقول والله بحب البرعي والدراويش
الدكاترة متابعينه لسه. الأكابر تكلموا فيها الفوزان وابن باز بن عثيمين رحمه الله تعالى. أتحداكم يا أنصار السنة تمشوا للفوزان تقول لي إحنا هو ده شيخنا لفي مع الأخوان المسلمين، ومولانا علي أبو الحسن رئيس اللجنة السياسية بالمركز العام لأنصار السنة قال إن الصوفية علمونا حب النبي. أنا مش بقول للفوزان الكلام ده، ولا شيوخنا قالوا الصوفية علمونا حب النبي، وزيد معاك ولا شيخ الفوزان شيوخنا الآن بيمشوا بيغدوا مع الكباشي أكبر طاغوت في شمال بحري، وبيدعشوا مع الصايم ديما أكبر طاغوت في مبدع. قول له الكلام ده، شوف الفوزان بيقول لك أنت شنو، شوف لو ما طردك من المكتب بتاعه أول حاجة ما خلاك تقعد ولا دقيقة. لكن محتالين وكذابين يكذبوا على العلماء عشان يشيلوا منهم فتاوى ليأكلوا بها الأموال. دي أول نقطة تعريف كده لأنصار السنة في الماضي والحاضر. ونحن كلنا سنيين، صار السنة سنيين، الأخوان المسلمين سنيين، الصوفية كلنا سنيين. في صوفي داخل أبو بكر والعمر والعثمان أبدا. دل ما محتالين؟ دل ما محتالين؟ جايين يكذبوا علينا الليلة. يقول لك لا انا والله بعرف التوحيد قبل ما يلدوه. هذه الجماعه التي قامت على التوحيد والسنه بتعرفوا لكن خالفته، بتعرفوا لكن ابيت تدعو له، لانه في ظنك التوحيد ما بيجيب قروش، في ظنك التوحيد بيطير منك رجال الاعمال اللي بيعزموك هنا فطور وهنا زلابيه وهنا غدا تاكل السم يا حزبي. مصطفى ضال مضل منحرف مبتدع سب أصحاب رسول الله، وهذا الكلام من أبطل الباب. أنا لست بمتأول ولست بمخطئ، أنا ما أعتقده هو الحق. ويجي ذاك العدس يقول ده متأول، ها كسر لهم في راسه جد، قال لي أنا لا متأول ولا ده الحق ذاته. قال أنا لست بمتأول ولست بمخطئ، انا ما اعتقده هو الحق. ها قال لك ما في تاويل، انا جيت عديل قال لك ما في تاويل وده الحق ذاته. تفر وين يا عدسي ويا غيره؟ ناس ذي المجارمه وناس كتموا الحق، والله الذي لا اله غيره الكتب دي قروها كثير منهم، قروا كتب السنه وعارفين الحق. على الله ذي فيهم خير وذاته مصطفى فجر لهم عديل. يا جماعه نحن معليش الفاظنا دي لكن فجر لهم عديل. قال يا جماعه لو مخطئ الدكاترة كلهم ما يناصحوني، وما في زول قالت ناس من العلماء الذين اعتدوا بقولهم. اخواننا كلهم يزول واحد ما يزول على انه بالنهايه وان سكتوا ما تكلموا، لكن ما في واحد عنده معي خلاف للاسف، لانه انا اخوهم في النهايه. لو في واحد من اخواننا الدكاتره كلهم المفروض الكلام ده بيرى انه مخالف للشريعه، اخواني ده قعدوا معي ونصحوني قبل الشماشي ده يتكلم. واذ اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. تأويل دي شنو؟ الوقع في الشرك. ما بقول لك انا عندي تأويل، تقال الصوفية ما بقولوا عندنا تأويل، تأويل ده اعتذار يا عدسي انت بتتكلم كيف؟ اقتتلوا في الخلافة وان شئت تسميها السياسة. اجمع اهل السنة، قال ابن عبد الوهاب، اجمع اهل السنة على عدم الخوض فيما شجر بين الصحابة، وأن معاوية لا يذكر بالسوء رضي الله عنه. وأنا والله يتعجب من كل من يتعاطف مع الذي يقول هذه المقولة الشنيعة السيئة السافلة، أتعجب من هؤلاء. ألا يفكر الواحد منهم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ قال داعية عنده منابر، وين الدعوة للتوحيد الواضحة المنتشرة المستمرة؟ وين حرب أهل البدع وأهل التمييع والتضيع؟ وين المفاصلة مع المميعين؟ قاعد معاهم في كنبة واحدة يا عدسي. قال السلام عليكم، ما هي مآخذكم على الشيخ عبد الحفيظ العدسي؟ العدسي رجل منحرف، والذي يسأل عنه بكل ورع وبكل تقوى وبكل خوف من الله تعالى لا يتردد في أن يقول هو رجل ضائع مائع منحرف. وإليك بعض المواقف التي تدل على ذلك. في واحد من الصوفية بيقولوا للبيتي، البيتي ده جاء في يوم درس العدسي، والمسجد فيه والعدسي وطلابه، والعدسي صلى، وبعد الصلاة البيتي قام جنب العدسي ويتكلم في عقيدة العلو وأفسد الفساد المعروف عند الأشاعرة وعند الصوفية في هذه العقيدة
عقيدة العلو، وهاجم أهل الحق وهاجم العقيدة الصحيحة وأهلها، والعدس جالس والطلاب منتظرين هالشيخ بعد انتهي الزول ده خلاص بنتهي منه. بعد انتهى الرجل دخل مرق بيغادي والعدس مرق بيجاي. قوم يا العدس يقول الكلام ده باطل، لا مرق مشى. بعد ذاك واحد من أخواننا الأفاضل نحسبه الله وحسيبه اسمه محمد أحمد عوض بيقول له كباشي، اتصل بواحد جلابي، الجلابي ده البنى المسجد، رجع عليه العدسي، ما رجع للجنة الدائمة ولا لعلماء ولا لقرنا زيه من المنحرفين، رجع لعاطف. أها عاطف كباشي ده قال له عاطف العدسي حصل منه كذا وكذا وزول لك. قال له العدسي رجع لي قال له يا عاطف أرد ولا ما أرد؟ قال له ما ترد عشان كذي ما رده. يا جماعة تفهمين الكلام ده؟ زول داعي بيرجع للجلابي بتاع القروش يقول له أرد ولا ما أرد؟ وهذا يذكرك أو يذكرني بقولي أبي إسحاق الإلبيري، جعلت المال فوق العلم جهلا لعمرك في القضية ما عدلت، وبينهما بنص الوحي بون ستعلمه إذا طاها قرأت. صوفي ينشر الضلال أمام العدس، وفي مسجد العدس يقيم فيه الدروس، وفي مسجد العدس يصلي بالناس ويحضر كلام الصوفي وضلال الصوفي ويسكت. ده اللي بينصروا سلفية ولا سلفيين؟ بينصروا دين. اثنين، في شاب من الشباب نحسب من دعاة التوحيد يتكلم في التوحيد ويتكلم في الصوفية وكشفهم ورد عليهم وأذلهم. العدس قام بعده يتكلم ورد على الرجل ده، قال التوحيد من الدين والرد على المخالف من الدين، وبعد ذاك بقى قبل عليه وهذا الأسلوب وما الأسلوب وهتر بالولد. بعد انتهى اخواننا مشوا له وطلعوا له وقال له يا العدسي يا الشيخ ده شنو ده؟ زول اخونا وتكلم في التوحيد بترد عليه تنصر الحق ولا تقيف ضده؟ قال عندي غضبة بتجيني في السنة مرة، غضبة ما جات في البيت الصوفي، تجي في زول بيدعو للتوحيد قال بتجيني غضبة، أسلاقاك عذر في الشريعة اسمه غضبة بتجيني في السنة مرة. وده ما الموقف الأول أو الثاني عن العدسي. ثلاثة، واحد من إخواننا اسمه علي همد ومسجلة جاء المسجد الفيو العدسي ويتكلم عن التوحيد، كلم عن الشرك ورد على الخطبية. العدسي الناس قاعدة، العدسي قام وجا قدام علي همد ووقفوا كفى كفى. ولكن كنت في أمر وغمر وقل يا مغني ولا بلد مغني أنا ما أقدر أقول لك، وقل يا مغني وأعطيك السؤال لو أنا أقدر أقول لك المغني قال لك أنا كان جميل مجيب قدنا أدوم الكلام قال لك أنا جميل مجيب ده مغني أنا عندي دليل مستدل، أنا عندي دليل مستدل، إذا أنا عندي دليل أنا أبي الدليل أحسن ولا غير ربنا ما عندي ممكن أصل الله الله عن ترفع الصرمة لا أنا تفوت عن ذكر الله المطلب يعني كلام المطلب. هؤلاء شباب، وإذا أنا غلطان يقول لي غلطان، يأتي المساجد بغرض الفتنة وإثارتها، يأتي المساجد ويسيئون من فيها، هو وجماعة معه من الشباب. انت معه؟ هذا هو المساجد الحاصل ده عايز تبدأ علينا؟ عايز تبدأ علينا؟ انتم مصرون في هذا المسجد، هل هذا الذي ترون امرا طبيعيا؟ ده موضوع طبيعي؟ موضوع زوجة يقول كلمة ماشي؟ الامر المقصود من الفتنه. اربعه، انا حاضر له مباشر، والكلام ده قبل 5 أو 6 سنوات، جابونا بعض الشباب في الداخليه، كنا في داخليه ام درمان والشباب انقسموا لقسمين، قسم بيقولوا لهم يعقوباب تابعين لمحمد حسين يعقوب، وقسم بيقولوا لهم الجاميه، وده طبعا القسم الذي اصاب الحق. قاموا جابونا سووا لقاء في مسجد محمد الامير اسماعيل، وكده كنا مع الجماعه دي، والعدسي جابوه وانا حاضر مباشر. قال اسي محمد الامير اسماعيل ده قال يقول لك عنده سروريات، طيب درس التفسير فيه سروريات، تعال احضره. يدعو الى الحضور لهذا شنو الرجل يوم محمد الامين اسماعيل. ما نال فضلك ذو فضل سواك ولا سما فخارك ذو فخر وضاها. ده ربكي عمل فيها خاشع، ده بقول وده ربكي نائب رئيس انصار السنه. يا جماعة نحن نتكلم عن الرئيس وعن نائب الرئيس عشان ما أقول لي ده خطأ فردي، ده نائب الرئيس العام أو ده بالتوطع في المديح
في تلفزيون السودان. الموقف الذي بعده، في بعض إخواننا اختلفوا، واحد من إخواننا اختلف مع بعض الناس في الإخوان المسلمين في عبد الحي يوسف وفي بعض المنحرفين، فجوا للعدسي قالوا نمشي للعدسي عشان نفصل في الموضوع ده. مشى كتبوا له ورقة زي الورق ده، قال له ما تقول في الإخوان المسلمين وفي عبد الحي يوسف في هؤلاء الناس؟ فقال الزول يترك الجماعات. فقام على حيل وقال له الشيخ عبد الحي يوسف، عبد الحي يوسف، قال له كفى كفى كفى، صلى الله وسلم على نبينا محمد، وقام وقام الصلاة. الزول بينصر حق.